في جو من الشعور بالكبت الناتج عن الاحتلال والرغبة الجامحة بالحياة، ولد المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي في غزة. فما بين براءة الطفولة وحقيقة جنود الاحتلال، هذه الحقيقة التي دفعته للغوص في تعقيدات النفس البشرية بأفلامه التي تتسم بالنظرة الإنسانية الشاملة. فيلم الملجأ الذي حقق به مشهراوي الشهرة في عام 1988، والذي فتح الطريق لتحقيق ما يقارب 20 فيلم وثائقي وروائي. ففي أولى أعماله الروائية الطويلة قدم رشيد مشهراوي فيلم حتى إشعار آخر، الذي فاز بجائزة الهرم الذهبي في مهرجان القاهرة السينمائي، مبينا فيه العديد من صور البطولة والتصدي إبان الانتفاضة الفلسطينية الأولى. وبرهن مشهراوي موهبته في التجديد والابتكار في حقل السينما بفيلم دار ودور، فتميز بأنه أول عمل فلسطيني يعبر عن القضية الفلسطينية بطريقة غير مباشرة. وكان من أفلامه أيضا الحصار، أيام طويلة في غزة، رباب، وراء الجدران، حيفا، موسم الحب، تذكرة سفر إلى القدس، عرفات أخي، الانتظار، عيد ميلاد ليلى. وشكلت أفلام مشهراوي لبنات أساسية في طيار السينما الفلسطينية الجديدة عبر إنجازاتها المستقلة وطموحاتها، ليتمكن بعد ذلك بإنجازات روائية طويلة عرضت أغلبها في كبرى المهرجانات السينمائية العالمية كمهرجان برلين وفينيسيا ودبي وقرطاج، الأمر الذي ساعد على ترسيخ موهبته كواحدة من ألمع صناع الأفلام في العالم الثالث اليوم. إذن لو لم يكن لضيفي إنجاز سوى أنه وضع كلمة فيلم فلسطيني على قائمة المهرجانات وعلى قائمة صناعة السينما، فهذا إنجاز يكفي. فما بال إذا كان إنجازه السينمائي له ملامح خاصة جدا هنحاول نحن نتوقف عندها في هذه الحلقة. يمكن أبرزها هذا المزج الناعم جدا بين ما هو درامي وبين ما هو توثيقي اللي بيحدث بينهم، واللي يمكن تلمسه في السينما الوثائقية التي لا يزال مخلصا لها رغم قيامه بإخراج عدد من الأفلام الروائية المهمة. ضيفي المخرج الفلسطيني الكبير الأستاذ رشيد مشهراوي اللي بيحل على القاهرة ضيفا في حدثين سينمائيين مهمين، واحد منهم هو مهرجان سينما الأطفال، وهنعرف إيه علاقة رشيد الحياة في سينما الأطفال، والحدث الآخر هو أسبوع الفيلم الفلسطيني اللي هيبدأ خلال يومين، والتم الحقيقة إهداؤه قبل ساعات قليلة إلى روح الفنان الفلسطيني الراحل غسان مطر. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا فيك. طبعا نخلص العزاء للشعب الفلسطيني كله، للسينما الفلسطينية والمصرية في الراحل غسان مطر. طبعا أكيد غسان بالنسبة لنا هو خسارة كبيرة جدا، يعني بالنسبة لنا كفلسطينيين كعرب كمصريين، وكمان بالنسبة للسينما فقد حجم الفقدان كبير. أنا هبدأ من عند غسان مطر، الحالة اللي بيفرضها والموجودة الحقيقة، وده يمكن سؤال دايما مطروح، قدر الفلسطيني دايما أن يكون مناضل وأي شيء آخر، أن يكون مناضل ومخرج، أن يكون مناضل وموسيقي، أن يكون مناضل وشاعر، أن يكون مناضل وفنان، كما لو كان أن الفن في حد ذاته مش كفاية كنضال. يمكن إحنا في حالتنا الفلسطينية المشروع الثقافي كتير ناضج، والمشروع الثقافي هذا قائم تحت احتلال لسببين. السبب الأول هو ناضج لأنه تحت احتلال، ولا هو ناضج وهو تحت احتلال؟ لا، هو ناضج وهو في نفس الوقت تحت احتلال. في أسباب عديدة يعني، بس من أهم هاي الأسباب أنه إحنا عندنا صراع على الحكاية، على الرواية، على التاريخ. صحيح. وهاي بتجيش بخطب سياسيين، هاي بتجي بالثقافة، بتجي بالشعر، بالأدب، بالرسم، بالفن التشكيلي، وأكيد بالسينما. في مشكلة هوية كمان، والهوية اللي بيبلورها كمان الثقافة هي اللي بتعمل هوية، وإحنا شعب طول الوقت مش بده يبحث عن هوية، بده يثبت هوية، بده يعرض هويته، إحنا بده يضع عليها اسمه لأنها تتعرض للسرقة. بالضبط. وهويتنا موجودة، بس لكن لازم يتعرف عليها العالم الغير فلسطيني أو الغير عربي. صحيح. من هنا بيجي دور الفلسطينيين والثقافة. يعني شوفي رموزنا إحنا بالكبار، يعني في شعب عنده رمز محمود درويش شاعر، يعني مش عضو برلمان ولا. صحيح. رموز رموز ثقافية. شاعر يعني. يمكن لأن السياسة كانت متأخرة بخطوة ولا زالت عن الفن الفلسطيني.
فعلا هل الأمر حقيقي كده؟ صح، حقيقي جدا، لأنه اللي بيقدر يأكد أنه إذا السياسة متأخرة ولا لا الواقع. يعني السياسيين عم بيشوفوا شغلهم والمثقفين بيشوفوا شغلهم بنفس الوقت. بالنسبة للسياسيين احنا الوضع الفلسطيني كما هو ويمكن بيتراجع. بالنسبة خليني أحكي عن السينما لأنه أنا سينمائي أولا وأخيرا. العالم اللي ما أجاش فلسطين عم بيعرف فلسطين شكلها، لغتها، لبسها، جغرافيتها، إيقاعها من خلال السينما، من خلال الصورة. انتوا نجحتوا ان انتوا تحطوا عالم لدولتكم في الفن وفي السينما قبل ما يبقى في عالم حقيقي موجود على موائد التفاوض او في المنظمات الدولية. مظبوط، صح. يعني فلسطين موجود مجسدة اكثر بالسينما من ما هي مجسدة على ارض الواقع. هذا اكيد. السينما ساهمت، مش لوحدها، ساهمت بعمل وطن فلسطيني صعب انه يحتل. صعب لانه عملت جذور في الارض، صعب قلعها، وهذا كان كمان دور السينما. وطن بيغتصب ارضه، بتغتصب ذاكرته، بتغتصب حتى رموزه الثقافيه، من اول التوب الفلسطيني والفلافل بتحط عليها اسم اسرائيل لغايه اكيد حتى الافلام، وكل مره بنشوف صراع كده في اي مهرجان، الفيلم ده فلسطيني ولا الفيلم ده اسرائيلي، وايهما الاحق، جهه الانتاج ولا المخرج. انتوا دايما في حاله الصراع دي. انا يعني في كل الندوات، المؤتمرات، او يعني انا بحب افسر السينما الفلسطينية كالتالي. يعني أنا بقول إنه السينما الفلسطينية هي تشبه الحالة الفلسطينية. إحنا جغرافيا فلسطين، بس الخارطة الإنسانية لفلسطين هي مش فلسطين وبس، هي مخيمة لاجئين في الأردن، في سوريا، في لبنان، فلسطينيين في الشتات، في مصر، في أوروبا، في أمريكا، كلهم فلسطينيين. حتى فلسطينيين الموجودين داخل الاحتلال الإسرائيلي ضمن حدود دولة إسرائيل، بالنسبة إلي أنا كرشيد، هم كمان فلسطينيين زينا زيهم. إحنا ظروفنا، إشي هاجر إشي بقي، إشي راح الأردن كلاجئين، إشي سوريا، إشي لبنان، إشي راح المنفى. فالسينما تشبه الحالة، بس كلهم فلسطينيين وكلها سينما فلسطينية. في حالة في فيلم عنده تمويل إسرائيلي حتى لو كان مخرج فلسطيني وبيحمل مقولات لصالح أجندات أخرى، طبعا هذا خارج اللي أنا بحكي. كان يعني إحنا نتكلم على السينما قدرت أنها تحاول أو بتحاول أنها تتمسك بالهوية في السينما وفي شعر، في لشتات كان شتاتا واحدا ساعة ما حضرتك عملت أول أفلامك وأخذت جوائز، وسنة 93 لما عملت فيلم حتى إشهار آخر، وحتى الآن لا تزال الأفلام مستمرة، كان هناك شتاتا عربيا واحدا. الآن وقد تعدد الشتات وتعددت الأفلام اللي مأساويتها بتفوق الواقعية، يعني مأساويتها بتفوق السينما، كان إحنا عرضنا واحد منهم في أول حلقة لما عرضنا مشاهد هدم داعش لأثار متحف الموصل. فالحقيقة بقت الثقافة العربية كلها مهددة، مش بس الثقافة الفلسطينية. هو كمان لما بتتهدد الثقافة كمان بيتهدد الإنسان، بيتهدد الوجود، بتتهدد الاستقرار في الدول العربية كلها لما بتتهدد الثقافة، لأنه احنا كمان هذا اللي بيميز الشعوب عن بعض، الثقافات. فأنت فيجي حدا بدمر ثقافتك بدمر وجودك، زي اللي بيسحب البساط من تحت رجليك وبيخليك واقف بالهواء. أنا بتهيألي العالم العربي حاليا في أسوأ حالاته، خصوصا عشان الأشياء اللي أنت ذكرتيها ليلى هولا قبل، الاعتداءات على أنت حضرتك شفت المشهد ده إزاي؟ شفته إزاي؟ كتير. أنا بحس إنه في قتل لروح، عن جد بشعر، بحس إنه في شيء عم يقتل، في روح عم تقتل أمامي، لأنه أنا بعيد عن قصة الحلال والحرام، أنا ما بعتبرهاش كمان حرام، لأنه إذا بيعبدوها حرام، بس إذا هي أوكي، بس هذه أشياء لا تعبد. يعني الكلام عن عبادة للأصنام الحية في القرن 21 يبدو نكتة. طبعا هاي أشياء إلها علاقة في علوم، إلها علاقة في شكل، في فن، في تراث، في تاريخ، في أبحاث. أيهما أقصى يعني من ناحية تأثير الصورة كمخرج؟ مشهد جز الرؤوس بكل دمويته وقسوته ولا انسانيته، يعني هل يصح هذه؟ يعني دايما في النقاش حوالين البشر والحجر، وانتم دايما في فلسطين بتفوتوا في مثل هذه القصص. شوفي، هو كمان ابشع شيء هو قتل الانسان بشكل مباشر، حتى اذا شفته بشكل مباشر امام عيونك. عشان هيك انا ولا مره بدافع عن الاسلام
أمام هيك جهات لأنهم ما لهمش في الإسلام، فبحطش حالي في موقع إنه دفاع. أنا بدافع عن الإسلام وبقول هذا يعني ما فيش فيها دفاع. يبدو نحن المسألة مش دفاع عن الإسلام، إحنا بدافع عن وجودنا دلوقتي أمام هذه التنظيمات. هذا إرهاب نقطة، ما فيش وسميه إيش ما تسميه، يعني وهدول الناس يكونوا من ما يكونوا هذا إرهاب نقطة. بس يمكن هم أجادوا الاستعمال في الميديا في لغة الصورة اللي يعملوا تأثير عند المشاهدين، والمشاهدين استجابوا للأسف لهذه اللغة وهم صاروا يطوروها، استفادوا من التقنيات والتكنولوجيا الموجودة حاليا والإنترنت الانفتاح هذا كله الموجود، إنه الأشياء بتوصل ولكل الأماكن وبلحظتها. وأي جدل إضافي في هذا الموضوع وتحليل وشرح بيصب في مصلحتهم. أنا كإعلامي كسينمائي هيك بقول هذا هم اللي بدهم إياه، وإحنا عم نتجاوب معهم وعم نقعد نبحثهم وندرسهم. هم عم يحتلوا المشهد بالتلفزيون والآن وبالأخبار، يعني حتى هذه المشاهد هدم التراث والحضارة الغرض منه إن هم يفضلوا على المشهد، يفضلوا على الساحة. أنا مع إنه إحنا ما نعرضش وما نتعمقش بتفاصيل الأشياء اللي هم بيعرضوها وما نشغلش حالنا في نحللها بكل الفضائيات بكل التلفزيونات. زي ممكن نتجنب تفاصيل زي دي زي ممكن نتجنب تفاصيل زي دي ونقول لا، ونقول لأنه هذا بيخدمهم. هم بدهم إحنا نعمل هذا الموضوع ونقول إنه هدول إرهابيين عم يتصرفوا تصرف غير إنساني غير تابعين للإنسانية نقطة. وما نتعملش أكتر، ما نورجيش طريقة قتل البشر، ما نورجيش كل التصرفات تبعتهم، لأنه إحنا ليه نعطيهم مساحة إعلامية؟ لأنه مشروعهم إعلامي وإحنا عم نكبره عم نضخمه عم نلمعه. هنرجع تاني بقى المشروع مشروع رشيد مشهراوي، وهسألك عن وجودك في القاهرة وعن علاقتك بسينما الأطفال. يعني إيه العلاقة وليه وجود يعني أعتقد أن المحور الرئيسي هو الطفل الفلسطيني في السينما الفلسطينية أو في سينما رشيد مشهراوي. إيه الغرض من هذا الغرض؟ يعني أنا عندي اهتمام بالأطفال من أول ما بدأت أعمل سينما، حتى الفيلم اللي كنت بتحكي عنه اللي اسمه حتى إشعار آخر، أول فيلم عرض في القاهرة وكان في مهرجان، كان الدور الرئيسي عندي طفل عمره يمكن 10 سنوات، وفي أفلام الأخرى كمان أنا في فلسطين. أسست مهرجان سينما الطفل، اشتغل أكثر من 10 سنوات في عدة مدن، ورشات وتدريب وتوعية سينمائية للأطفال، لأنه أنا كنت براهن على الأجيال القادمة دائما. كان عندي مشاريع إنتاج للأطفال، أنتجت أفلام فقط للأطفال وثائقية في مصر في فلسطين في المغرب، كنت في بغداد وقت الحرب عم بعمل فيلم عن الأطفال. يعني طول الوقت احنا بنقول انه اطفالنا هم المستقبل والشكل الحياة مستقبلا، قديش بنتعب وقديش بنوعي وقديش بنعلم وقديش بكون رفاهية وقديش بكون في حق للطفل. للأسف انا شفت انه في عالمنا العربي هذا الطفل مش ماخد حقه برغم كل الشعارات اللي بيقولوها كل المؤسسات. على القليلة في السينما تبعتي انا اعطيته مساحة، انه رغم انها مش سينما للأطفال، رغم انها مش سينما موجهه للاطفال. انا عملت افلام للاطفال موجهه للاطفال، سلسله من 4 افلام اسمها الاجنحه الصغيره موجهه للمشاهد الطفل. لكن بتكلم عن وجود الطفل حتى في السينما بتاع السينما الغير موجهه للاطفال، كان الطفل دايما موجود وبارز كمان، وافلام للمشاهدين الكبار عن الاطفال او داخل فيها اطفال، او المساحه اللي بيحتلها الطفل كبيره نسبيا. هم مين الاطفال؟ هم احنا الاطفال، هم انت هم انا هم كلنا الاطفال. كمان عضو في لجنه التحكيم في المهرجان ان شاء الله، فنتوقع ان يبقى فيه بروز اكتر لهذا النوع من السينما في ولفت ليها لما يكون مخرج كبير غير متخصص بالاساس في الاطفال فقط وبيبقى موجود. عايز ارجع للمزج بين التوثيقي والروائي، وده ملمح الحقيقه واضح جدا في افلامك، سواء الوثائقيه دايما فيها لمح الدراما. يعني الفيلم اللي عملته مثلا عن شقيق ياسر عرفات، فتحي عرفات، اخي عرفات، وافلام اخرى عن يوميات اللاجئين في المخيمات وغيرها، كان دايما هناك هذا الحس الدرامي اللي حضرتك بتتبعه كان في خيط درامي انت شايفه. وعلى الجانب الاخر افلامك الروائيه بتبدو في جوانب منها كما لو كانت افلام تسجيليه. ده نتيجه يعني هل انت ممزق بين النوعين ولا انت قاصد تمزج بينهم؟ يعني في عدة أشياء، يعني مثلا أنا المشاريع اللي بعملها في السينما عادة دائما أنا المبادر بفكرة فيلم أو موضوع مشروع بدي أعمله. فلما بدي أتناول الموضوع نفسه بيقول لي إنه عشان يوصل صح بكل تفاصيله
يمكن وثائقي أحسن عشان تقدر تخوضه تقدر توصل. أحيانا لا بدك تعبر عن أشياء وتشرح أشياء وتفترض أشياء تقترح أشياء فبتروح للروائي لأنه عندك مساحة خيال كمان هناك في الروائي. الوثائقي لفلسطين مهم جدا لأنه كمان إحنا بحتاج الوثيقة يعني عندنا مثلا جهاز الإعلام الفلسطيني ضعيف بدك تعوض النقص بالإعلام الوثائقي بدون ما نجند أنفسنا. إحنا مجندين كسينمائيين فلسطينيين وأنا باللاوعي إحنا مجندين نسد فراغ موجود ونخاطب العالم بالوثيقة مع مصداقية بالأرقام بالتواريخ بالخرائط بالجغرافيا بدون مزاودات. أنا فيهم بيبقى مساحة الدراما أعلى يعني مرات مثلا أنت ممكن تكون بتفكر في مشروع فيلم روائي وبعدين تواجهك حالة تلاقي والله أن مساحة الدراما دراما الواقع أعلى بكتير جدا من الخيال اللي أنت ممكن تكتبه. هل بيحصل ده؟ بيحصل دايما بيحصل دايما عشان هيك وكما قلت انت يعني انت ابرز حاجه حاله حصلت فيها فيلم حتى شعر اخر يعني وطبعا فيلم دار ودور بعده فيلم فلسطين السيريو الروائي الاخير اللي عملته بس حتى شعر اخر انا كتبت السيناريو لفيلم روائي اللي نفذته مع ممثلين وسينما كتبته اثناء وجودي انا شهرين تحت نظام منع التجول ممنوع اخرج من البيت فانا مع اسرتي في غزه في مقيم الشاطئ تحت الطخ والقصف واللي بيخرج من البيت يطخه بيموت يقتل فكنت بكتب سيناريو على اللي بيصير في البيت ومن الشبابيك الجيران وعلى اللي بيصير في السطح وعلى اللي بيصير في العلاقات بين الأسرة فهي حالة وثائقية بحتة لأنك أنت شاهد على تجربة معينة فلما بتخرج عمليا أنت ما بتعمل فيلم روائي أنت بتوثق الواقع من خلال فيلم روائي انت بتعيد صياغه واقع سينمائي يعني الدراما في الواقع هي اللي دايما بتخلي عندك هذا المزج بين الاثنين مش عارف تفصل لان انا بحب المعايشه انا بخترع مشاريع سينمائيه بناء على معايشه مع الاشياء يعني انا ممكن اروح زياره على القدس لغرض ما القدس القديمه داخل الاسوار وين المسجد الاقصى هو واروح على البيت وفي الليل اقول هذا فيلم وثائقي لازم أرجع أنا وأعمله لأني شفت وسمعت وشميت وحبيت وحسيت بشكل شخصي يعني أنت حتى بتشوف الواقع العادي دايما بعين السينمائي بدون بذل أي مجهود أنت بتعمل حوارات مع نفسك ومع الآخر سواء فلسطيني ولا عربي ولا أجنبي على حالات فلسطينية معينة بس يعني كمان الموضوع المهم انك انت كمان تأنسن الحالات الفلسطينيه بانه مفهوم بمفهوم انه عشان تقدر تخلق حوار مع العالم الخارجي اللي هو صاحب قرار كمان في وضعك الحالي ممكن احيانا انا اقدم انسانيه الفلسطيني عن فلسطينيته الانساني عن السياسي عن كمان عن الهويه الوطنيه الفلسطينيه كمان مش فقط عن السياسه ودي نقطه انا هفهمها منك بشكل كبير الى اي مدى انت شايف ان الفلسطيني مضطر ان هو يخلي السياسه موجوده وظاهره في المشهد لكن خلينا نتفرج مع الساده المشاهدين على جزء من فيلمك اللي هيكون في افتتاح مهرجان الفيلم الفلسطيني او اسبوع الفيلم الفلسطيني عيد ميلاد ليلى نشاهد ليلى يلا حبيبتي بلاش ما نتاخر على المدرسه يلا بابا أنا جاهزة مشاكل داخلية مشاكل خارجية مصايب الاحتلال الليلة عيد ميلاد ليلى الساعة 8 طيب؟ طيب 8 شو قلت لي اسم حضرتك؟ أبو ليلى أبو ليلى والتاكسي اللي برا هذا تحت بلاك أينان مرشح قاضي بس قانونياً بتقدرش تقعد حد الشوفير من غير ما تحط إشارات قانونياً صباح الخير يا قانون أنا لقيت هذا التليفون بتتكلم على شو مين صاحبه طيب. فمفروض أسلمه للشرطة يا أخوي أنا تحت طاولة قلب جهنم حمراء بحكي معك بعدين أو أنت بتحكي معي بعدين
او هو بحكي معك لما التليفون يصير معه. لا التاكسي الي مش تابع للعرس. مش تابع للعرس؟ لا عمي خد التاكسي تبعك وخطه مكان تاني وبسرعه. لا لا لحد هون وبس، ما بسمح الكاش تحكي معي هيك، مفهوم؟ كمان شوي بصل التاكسي على المستشفى، بطلع التاكسي من المستشفى وبجيب لك تليفون وخلص. بيني وبينك هو مش راضي عن الوضع بالمرة. إذا أنا مش فاهم إشي كيف بدك تفهم؟ كيف بدك تفهم يا صاحبي؟ ومن ليلى اللي بتحاول تعمل عيد ميلادها رغم القصف ورغم الاحتلال وبتحاول تنسى كل ده عشان تفتكر انها طفلة لسينما فلسطينية، طول الوقت عليها انها تعمل التوازن ده. بتكلم عن ناس بشر بياكلوا ويشربوا ويحبوا ويعيشوا، وفي نفس الوقت هم واقعين تحت ظرف سياسي صعب ومختلف. طبعا بشير ان بطل فيلمك وده هنقف عنده اكيد هو المخرج الفلسطيني الكبير الاستاذ محمود بكري. يعني فيلم عيد ميلاد ليلى كمان اجى في وقت انه الحاله الفلسطينيه كمان كان فيها كتير فلتان امني. فلتان امني كان في مشاكل فلسطينيه وانقسامات تحت الاحتلال الاسرائيلي. والفيلم يعني عنده مقوله بسيطه جدا جدا وسهله، وفيلم بيقول انه احنا بس بدنا نعيش عادي. عادي يعني وبس، مش اكتر من هيك. طبعا كمان انه احنا شفنا كتير احداث فلسطينية بالتلفزيونات وبالاخبار وحتى بالسينما كمان، الجدار والحواجز والاعتداءات والانتفاضة فقلت خليني في هذا الفيلم اشوف، بدون ما اشوف احتلال احس بحضور الاحتلال، احس بانعكاسه على التفاصيل الصغيرة للحياة اليومية للمواطن الفلسطيني داخل فلسطين. الهاجس ده للسينما الفلسطينية بشكل عام، يعني اكتر من فيلم فلسطيني لاكتر من مخرج دايما بيتكلم على فكرة التفاصيل، الحياة تحت ظل الاحتلال، ويمكن حتى الشعر في الآخر، يمكن محمود درويش لما بدأ يكتب دواوينه الأخيرة كان ده الهاجس، أن خلف هذا الاحتلال الذي يقدم في الأخبار دايما على أنه صدمات وكده، في ناس في بشر ليهم حياة وتفاصيل. هل نجح السينما الفلسطينية أنها تشيل فكرة التشييق ده عن المواطن الفلسطيني؟ في محاولات، ما أقدرش أقول أنه في نجاح 100%، بس في محاولات، وفي محاولات حققت نتائج. لأنه إحنا عندنا شعور، بما انه الوضع الحالي اليوم بعد اكثر من 65 سنه احتلال من 48 ما زال العالم مش فاهمنا، ما زال وضعنا السياسي، ما زال فيش وطن فلسطيني، ما زال عندنا هاي المشاكل، ما زلت مجرد ارقام في النشر. فعشان هيك صار في ملل كمان من الصوره الفلسطينيه التقليديه اللي بتشوفي فيها اطفال بيرموا حجار وجنود بيطخوا غاز وسياره اسعاف وبيجي الشرطه وشياله وجنازه، وانا مش بستهين في هذا المشهد، هذا مشهد واقعي وبيصير وفي ناس هناك تستشهد ومشاهد صعبه. يعني صارت مالوفه معروفه، بطلت تتاثر، بطلت تجيب نتيجه، فيش لها رد فعل. يمكن لو واحد فرج بالتلفزيون مش هيدير باله للخبر، هيقول ده في فلسطين، لانه صار في ايمج، في عمليه محاوله تفكيك تكسير لهذا الايمج، في محاوله انك تاخده ما تعملوش هو، تعمل منه إشي تاني سينمائي يحكي عنه. فهيك بتطلع. ده هل ده يعني ده هم لكل السينما الفلسطينية؟ وبعدين عايز برضو أتكلم على التعاون بين حضرتك وبين الأستاذ محمود بكري الممثل والمخرج الفلسطيني، محمد بكري الممثل والمخرج الفلسطيني المعروف طبعا. شوف يعني هنحكي عن محمد، بس أنا بقول إنه السينما الفلسطينية عندها همين. هم واحد إنه إحنا بدنا نكون أولا سينمائيين فلسطينيين زي أي سينمائيين في العالم. بنحب السينما، بنعشقها، وبنحب الصورة والصوت والموسيقى، وبدنا نعمل سينما زينا زي أي سينما في العالم، لأنه هاي علاقتنا من جوا مع السينما. في الوقت اللي أنت بتختار تتعامل مع الواقع الفلسطيني تتعامل مع بلدك، مع شعبك. هذا هو الواقع. فأنت بالسينما اللي بتحبها وتعشقها وبتحاول تتقنها تتعامل مع هذا الواقع. فبتحاول تعكس، تعمل من الحالة الفلسطينية تعمل سينما. لكن لازم يكون الهم السياسي واضح في الصورة. ما بتقدرش بفلسطين لو في واحد بيحب واحدة بتعمل قصة حب وتوعدوا الساعة كذا يلتقيوا في جنينة حلوة تحت شجرة ومع هالورد الجوري، يمكن ما يقدرش يوصل في يومتها.
يوقف على الحواجز مثلا. فالأشياء متداخلة، بالتالي لا يمكن يعني فصل الحب والحياة في فلسطين عن القضية ولا عن المشهد السياسي، وإلا بكونش فلسطين، ولا إلا بكونش هذا واقعي، وإلا بكون هذا إشي خيالي. ده بيلقي لأي مدى عبء عليك كسينمائي بتحب السينما بالصورة اللي أنت قلتها، إن التفاصيل دي حاضرة، لأي مدى بتخصم أو بتضيف للسينما والصورة والخصوصية بعلاقتك بالسينما؟ أنا يعني دائما بقول وهكرر الآن إنه أنت أولا لازم تكون سينمائي عربي فلسطيني وبعدين في مشاكل بفلسطين ما تقدرش تتعامل معها كونك فلسطيني واقع تحت الاحتلال وعندك قضية عادلة وانت ضحية، هذا ما بيعطيكش تعمل سينما وما بيعطيكش تعمل سينما منيحة وما بيعطيكش تعمل فن. إذا كنت أولا سينمائي بتعرف تعمل سينما وبتقدر تعمل فن، تقدر تساعد القضية الفلسطينية وبتقدر تعرضها صح، تعرضها بلغة سينمائية عالمية يشوفوها جميع العالم. أنا أفلامي مترجمة للصيني، لياباني، لأسباني، لهولندي، لفرنسي، لألماني، لكلها تقريبا. الهم الفلسطيني كان لحد كبير هم واحد بيشارك فيه الفلسطينيين كلهم في تفاصيلهم. طبعا من 2006 بدأ يبقى فيه أكتر من هم وأكتر من نظرة، ومش عايز أقول مع الأسف أكتر من فلسطين أو أكتر من رؤية لفلسطين. هل ده انعكس في السينما الفلسطينية؟ طبعا طبعا. لا أنا بدي يعني أنت بتقولي ما أقدرش أقول، بس أنا بدي أقول إحنا بفلسطين منقسمين من ناحية رؤية، من ناحية فكر، جغرافيا، أيديولوجيا. إحنا بفلسطين منقسمين للأسف، وهذا كمان يعني بس بصب في مصلحة الاحتلال بغض النظر يعني على سواء فلسطين في غزة حماس نسمي الأشياء بأسمائها، ولا السلطة الوطنية الفلسطينية اللي موجودة بالضفة ومقرها برام الله. احنا منقسمين للأسف، وهذا حيطول عمر الاحتلال مش هيخلينا نتحدث. هل ده أثر بشكل مباشر على السينما الفلسطينية، على تلقي الناس ليها؟ يعني هل الاختلاف مع الأيديولوجيات أو على الأيديولوجيات أثر على تلقي الناس ليكم، حفوتهم بالسينما الفلسطينية، التفافهم حوالين القضية بشكل مباشر؟ لا أعتقد. يعني مثلا أنا ممكن أكون في رام الله وما أتواجدش في غزة وأعمل، لأنه ما بقدر أروح على غزة، لأنه يعني ابن غزة، أنا من غزة، من خيم الشاطئ، ما بقدر أروح على غزة. كمان ما بقدرش أخذ تصريح أروح على غزة من الاحتلال الإسرائيلي، مش فقط أنه أنا في الضفة وفي حماس في غزة وحماس مش مشاريع السينما كمان يعني يعني أنا بشوف أنه يعني بيجي عدد كبير جدا، حجم القاعة مرتين يحضر فيلم إلي في غزة. أحيانا يعني بعمل لقاءات مع جمهور من خلال سكايب، وهذا في غزة. أما برام الله لا، في حالة ثقافية مزدهرة، بيحبوا السينما. الفلسطيني اتعلم بالممارسة مفهوم الصورة وتأثير الصورة. أنا بتهيألي الانتفاضة الأولى اتعلم اليهود، نقدر نقول كده اتعلم اليهود، نقدر نقول كده ياريت. ليش ياريت؟ لأنه هم عندهم ماكينة إعلام شغالة، وهم دائما منتصرين، وهم صاروا متدخلين في كل مؤسسات العالم الإعلامية السينمائية والإعلامية ده. يعني ياريت إحنا في هيك مستوى. لا بس في الانتفاضة الأولى في بداياتها، لما كان طفل يرمي حجر والحجر هذا ينشاف بنفس الليلة، ينشاف بأوروبا وبدول عربية، ونشوف مظاهرات معبية العالم العربي والأجنبي، هذا اللي وصل له يعني الحج ال- ال- الكاميرا، الإعلام، مفهوم الصورة، خلى الحجر اللي انباع يعني اللي هو اللي وصل للعالم. وصل للعالم. ودي برضو حقيقة نقطة مهمة تحتاج لمناقشة. هل مثلا التأثير اللي عملته صورة محمد الدرة من أكثر من 10 سنين ما زالت ليها نفس التأثير مع كتر الأطفال والمشاهد الدامية اللي شفناهم؟ لكن خلينا نقف برضو قليلا ونفرج المشاهدين على جزء من فيلمك الأخير فلسطين السيريو. أعتقد هو برضو هيعرض في الأسبوع مش كده؟ لا هو عرض في مهرجان القاهرة السينمائي قبل شهرين. نشاهد جزء من فلسطين السيريو للمخرج ضيفنا أستاذ رشيد مشهراوي. نشاهد. أهلين مس النور. الكهرباء انقطعت، يمكن الهواء بحرق السلك. يمكن الهواء، يا خوفي من الهواء مش راضي يهدر. أنا مش مع الهروب والضعف، أنا مع المواجهة. هاي بلدنا، نشتغل فيها، نبنيها. إذا بدك تهاجر هاجر لحالك واترك سامي هون. أنت أخوي كبير وتقدر تحكي معه. أي هو في أم بالدنيا بتحب ابنها يبعد عنها؟ بس هذا الولد المقاوم بدمه. ليش تهرب مني؟ الملف عوقتي. إنك فقدت زوجتك أثناء القصف الإسرائيلي على مبنى العائلة، هذا ساعد. وإنه سامي فقد النطق والسمع من نفس القصف،
هذا كمان ساعد. ليش كندا بالتحديد؟ ما بعرف، ولا مرة كنت هناك. من يوم ما ماتت أنغام أنا ما بقدرش أغني. غني وارقص. أنا بحبك ومش هخليك تسافر. زي ما حضرتك أشرت، الفيلم عرض في مهرجان القاهرة، والحقيقة السينما الفلسطينية ليها حضور لافت في المهرجانات الدولية. بتحط فين السينما الفلسطينية بشكل عام في على مستوى السينما العربية وعلى مستوى سينما العالم؟ أنا بتهيألي في العشر سنوات الأخيرة مش قبل صار في حضور للسينما الفلسطينية يمكن أكثر من دول عربية أخرى مستقلة. يعني وعندها ما فيش عندها احتلال زينا وعند كل واحد عنده مشاكل، بس بسبب التحدي ولا بسبب ايه تفتكر؟ يعني انتوا عندكم مشاكل في التمويل، مشاكل في التنقل، مشاكل في حتى في تمثيل الفيلم والصراع على جهه التمثيل، ورغم كده سينما حضره تفتكر؟ بتهيألي كمان احنا بناخد العالم كهدف من البدايه، من وقت كتابه السيناريو. اولا احنا ما فيش عندنا صناعه سينما بمفهوم صناعه وتجاره وتوزيع سينمائي محلي بفلسطين او في العالم العربي، لانه الضفة الغربية كلها فيها سينما واحدة أو تنتين فقط لا غير، بتحكي عن 4.5 مليون عايشين هناك. فإحنا بدنا نخاطب العالم، ما فيش عنا إمكانيات، ما فيش عنا ميزانيات، فبنعمل إنتاج مشترك مع العالم، مع هولندا، مع فرنسا، مع إيطاليا، مع ألمانيا ودول عربية أخرى. أنا بنتج مع المغرب ومع تونس كمان يعني أفلام. فعمليا لما بكون عدة دول مشاركة بفيلم، فلنفترض فلسطين ستيريو مثلا، الفيلم اللي شفنا منه مقطع اللي فيه فرنسا وفيه سويسرا وفيه ايطاليا، الفيلم الاحتكاك مع تجارب الانتاج المشترك انضجت السينما الفلسطينيه، كل انضجت على مجالين. المجال الاول اللي هو كل منتج مشارك معني يعرض الفيلم بمهرجانات بلده، يعرضه في تلفزيون بلده، يسوقه توزيع تجاري في دور السينما في بلده. يعني فيلم عيد ميلاد ليلى قعد أكثر من شهرين في أكثر من 20 سينما في باريس الوحدة يعني. لكن السينما الفلسطينية ملهاش حضور واسع، هل بيحبطك الموضوع ده ملهاش حضور في دور العرض المصرية بخلاف المهرجانات والأسابيع الخاصة؟ والله أنا بحاول وطول الوقت بحاول وطول الوقت بعمل اتصالات. السينما المصرية حالة منفصلة تماما عن السينما العربية كلها. السينما المصرية لأنها فيها صناعة وفيها تجارة مكتفية بنفسها؟ لا، معتمدة على قصة النجم والاسم والموزع، وعشان انت تقدر فيلم يكون تجاري وتبيع تذاكر عشان يجي جمهور يحضر، انت بدك يكون عندك شخصية، بديش اذكر اسماء احد النجوم. كان في تجارب قبل كده يعني، مثلا عرضت نازيل لبكي ليها فيلم في القاهرة او فيلمين في القاهرة في دور العرض. كان في فيلم عن القضية الفلسطينية اللي عمله يسري نصر الله باب الشمس، وما كانش فيه يمكن نجوم بالمفهوم الحرفي للنجم، وكانت موجودة في دور العرض. يعني باب الشمس كان اكتر فيلم تلفزيوني. في مجاملات بقدر اسميها يعني، زي عرض فيلم نادين لبكي مثلا، بس مش بمفهوم اللي بسموه في مصر فيلم يضرب، فيلم يكسر، فيلم لا 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 لا، مش في هذا، مش في هذا. فبالتالي انتوا بتواجهوا صعوبه في عرض افلامكم اللي بتتشاف في المهرجانات في العالم كله في مصر. في مصر في قوانين يعني ما بعرفش تفاصيلها وبقدرش اخوضها، وان قالت لي قوانين كمان لها علاقه في نسبه الافلام ونسبه الضرائب والفيلم الغير مصري، وفي كان ناس كمان اخرين حاولوا يعني هي على كل حال اكيد السينما تستحق انها تتشاف، والمواطن المصري يستحق ان هو يشوفها، ونتمنى انها تبقى موجوده اكثر. انا جدا بتمنى، لانه بالنسبه للعالم العربي السينما مصر، احنا تربينا على السينما المصريه. احنا وعينا على عمر شريف، فاتن حمامه، رشدي اباظه، كل ما فكرتش انت شخصيا تعمل تجربه في مصر، تجربه انتاج مصري، فيلم مصري؟ اذا كان في حاجه، اذا صارت ما عنديش مانع بالمره، اما انا مشغول بالهم الفلسطيني وبالسينما الفلسطينيه اكثر وبفلسطين، ومعطي اولوياتي للجغرافيا والمكان الفلسطيني. اذا حكايه بتدخل ضمن هذا الاطار وارض الحكايه مصر، طبعا، لان انا بعمل فيلم فلسطيني في مخيم اليرموك في سوريا. ده الفيلم الاخير اللي انت بتعمله. فيلم انت بتعمل فيلم عن ايه في الوقت الحالي؟ لا، في الوقت الحالي انا هعمل فيلم روائي هيتصور بالاردن بديلا لغزة، لأنه أحداثه بغزة. اسم الفيلم كتابة على الثلج،
الدور الرئيسي جمال سليمان. حكاية فلسطينية بتصير في غزة، بس بما انه كلها بتصير بمكان واحد ومغلق وشبه تحت الارض، فبقدر اختار اي موقع بدي اياه، فاسهل لي اعمله في الاردن، لانه الاردن بقدر الغير فلسطينيين اللي ما بيجوش على فلسطين بيقدروا يجوا، وانا مترين من رام الله ناحية طواقم واشخاص واحداث للفيلم، وفي فلسطينيين كتير في الاردن مخيمات، ففي جغرافيا ونسيج فلسطيني. هل انت شايف ان السينما المصريه مهتمه اكتر بال، يعني لما تبص لك كمشاهد وكسينمائي، مهتمه بفكره بتحضر السياسه فيها بشكل مباشر ولا بشكل غير مباشر؟ يعني الاحداث السياسيه اللي كانت حاضره قوي في مصر في الفتره الاخيره، الى اي مدى السينما ممكن تكون ترجمتها من وجهه نظرك؟ لا، بالنسبه لي ما ترجمتهاش السينما، وخصوصا كمان السينما المصريه ما ترجمتش وما وثقتش هاي الحقبه اللي صارت، مع انه تغيير حجم التغيير حجم اللي صار. مصر كان عندها في فترة من الفترات رئيسين بالسجن. يعني لو تيجي قلتي لي قبل 10 سنين، يعني دي دراما، ما بقدرش أتخيل الملايين اللي عن جد بصدق شفناها، الحالات الإنسانية اللي صارت، النزاع الديني العقائدي الإسلامي الفكري. هل كل دي موضوعات أوسع من أن السينما تستوعبها مرات؟ أنا حسب رأيي لازم، لا بالعكس بالعكس، لا بالعكس، لازم تقدر السينما تستوعبها، لازم تستوعبها وتتعامل معها، لأنه هذا جزء مهم من تاريخ مصر، يعني جزء مهم من تاريخ العالم العربي. وبحكي عن روائي أو وثائقي. اللي شفته لحتى الآن، شفت أكتر أنه من خلال فيلم وثائقي أو من خلال فيلم روائي عم بينقلوا الأحداث وبيورجونا إياها، محدش أخدها وعمل منها شيء يبقى، شيء يعيش، شيء أقدر أشوفه أنا بعد 20 سنة كرواية وثائقي وأتعلم منه أشياء. عايزة أتوقف عند فيلم وثائقي يمكن يتشاف بكسرة، هو فيلم اللي عملته عن شقيق ياسر عرفات، أخي عرفات. لو حبيت تلخص وتقول ما الذي لم يعرفه العالم عن عرفات، شقيق فتحي عرفات، يمكن طبعا بطل الفيلم المحوري كان شقيق فتحي، شقيق ياسر عرفات اللي هو مؤسس الهلال الأحمر الفلسطيني، سيد فتحي عرفات، لكن ايه اللي بقي من عرفات لم يعرفه العالم الا عبر فيلم رشيد مشهراوي؟ يعني الفيلم اتطرق لنواحي انسانيه في ياسر عرفات من خلال شقيقه الدكتور فتحي عرفات. انا كان عندي في الفيلم عبر فتحي كل طفوله عرفات، لانه هم كانوا شقيقين، يعني بفرق الجيل بين بعض 4 سنوات فقط، تربوا ايتام. التفاصيل الحياتية اليومية ما طبعا مشاهد من الفيلم ما كانش بيعرفوها الناس. يعني أنا رحت لعرفات في الحصار أثناء الحصار وعملت معاه كمان حوارات هناك لفيلم، يعني كنت عنده، كان الدبابات بتحصروا في المقاطعة على غرض فيلم أخي عرفات. عرفات ايه اللي استطته في عرفات لم يعرفه احد عنه في الفيلم ده؟ عرفات صاحب حلم، عن جد عرفات صاحب حلم، كفقير، كطفل فقير عنده حلم، اشتغله بدقة، ركز كل قدراته معنوياته علاقاته باتجاه واحد وحقق انجاز عظيم. هذا نموذج بيقدر يقول للإنسانية كلها وللكبار وللأطفال انه ممكن الدراما في اللحظات عرفات الأخيرة، هذا الشخص اللي شاهد صعود وهبوط وكان يحكم بيروت بشكل من الأشكال في فترة من الفترات، ثم انتهى به الحال في المقاطعة، وحتى الآن علامات استفهام حول طريقة وفاته، هل مات مقتولا ولا لا؟ مش ممكن تحب فيلم روائي تفتكر؟ طبعا فيلم روائي صعب وفيلم روائي معقد. فيلم روائي ممكن يبقى من إخراج رشيد مشهراوي؟ ممكن طبعا، ليه لا؟ يعني أنا عملت مجموعة أفلام عن ياسر. أنا كده أحتاج إهداء في الفيلم. صاحبة الفكرة. أنا عملت مجموعة أفلام عن ياسر عرفات، ولا مرة أخذنا حياة ياسر عرفات، كنا نأخذ مواضيع حقب من حياة ياسر عرفات، مثلا الحصار المقاطع، أنا عندي فيلم اسمه من يوميات الحصار، مثلا عرفات حصار بيروت، وكل يعني حقب. لكن كلها كانت أفلام وثائقية. كلها وثائقية، بس فيلم عن ياسر عرفات فيلم معقد، يعني بحجم الفيلم اللي انعمل عن جاندي مثلا، وبهيك ليفل، لانه كثير متشعب، كثير متداخل في دول عربيه واجنبيه وزعماء ورؤساء
صعود وهبوط وكل وجزء من تاريخنا اكيد يحتاج الى ان يوثق وان يروى باكثر من طريقه. حضرتك منورنا في القاهره وبدعو طبعا كل الساده المشاهدين للمشاهده للتعرف على تجربتك والمزيد من التجارب الفلسطينيه في اسبوع الفيلم الفلسطيني اللي هيقام في دار الاوبرا من يوم الاثنين. بشكر حضرتك، بشكر المخرج الفلسطيني الكبير الاستاذ رشيد مشهراوي. ومشاهدينا، غدا يوم اخر في مصر، ان شاء الله يكون يوم افضل حتى نلتقيكم فيه. هذه تحيات فريق البرنامج وتحياتي منى سلمان، الى اللقاء.